المباراة واللي عادنا عن قمر مار وبنور مار والبث المباشر فتحوه على سببهم للإنستغرام. فبالبداية رح نبدأ بقمر مار اللي نزلت على سبب الإنستغرام البث المباشر كشفت به هواية حقائق لواحدة من عادهم إنه أمها شنو صار بها بعد ما مرضت. فنزلت هذا الستوري في السابق قالت إنه أمها مريضة دعوا لها. وحالياً بالبث المباشر واحد متابعين سألها شنو صار بأمك بعدها مريضة أو لا، ردت عليه إنه هي تحسنت ولكن ما زالت مريضة. شوفوا البث. شو صارت أمك يا جماعة؟ أول شيء شكرا كلش هواية على دعواتكم ورسائلكم بالخاص. أمي بعدها مريضة بس يعني إن شاء الله يوم عن يوم تتحسن وتصير أحسن إن شاء الله. بس شكرا كلش لكم الرسائلكم الجنن. امي طبعا قريت لها كم رساله وكلش فرحانه فيكم. طبعا الله يشفيها يا رب. لتتوني يا حبايب انتم تدعوا لها بالكومنتات ان الله يشفيها يا رب. اما بالنسبه للثاني شيء فسالوها شنو علاقتها ويا نور مار. ردت على الموضوع ان هي ما تحبه فحب لكن هي بيناتهم صداقه كلش قويه. في الرد مالها يسالون شنو علاقتك بنور؟ شنو علاقتي بنور؟ يا جماعه علاقتي بنور طبعا اول شيء اكو علامه هو علاقه شغل او علاقه حب، لا هاي ولا هاي. علاقتي بنور صديق كلش أحبه وأحترمه وأعزه وأخ طبعاً، وصار وياهم سنة ونص بالفريق يعني، وأعرفه وأعرف عائلته، فيعني يس علاقتنا أخوية وصداقة. السؤال طبعا يا حبايب ما راح اقدر احط لكم البث كامل لكن يمكن باشر ارخص لكم اياه كامل، ولكن خلينا نبدا حاليا بنور مار والبث الناري اللي فتحها. تحكي به هواي اشياء اغلبها على يا رمار. فاول شيء قال لي يا حبايب انه هو شنو السبب اللي خلاه يطلع يرد ويشرح كل الموضوع بالكامل. فيقول بي انه هو تسبب اتهامه انه هو اللي هكر قناه يا رمار. بنفس الوقت محمد مار صار يحكي على يا رمار انه هي نزلت فيديو كامل عليه. شوف لقطه من هذه البث. بسم الله اللي بده يصدق اللي ما بده يصدق على راحته وهي حريته الشخصيه. انه انا كنت مالي حابب اصلا احكي باي شيء وانا خلص مكمل طريقي، يعني لدرجه انه سافرت على غير محافظه حتى انه خلص بعد عن القصص كلها. بس البارحه وقت البارحه صار في شغلات كتير اقسم بالله ما بعرف هي، يعني انا تفاجات منها. انا ما خص امي يا زلم، ايش معنى نور؟ يعني ليش نور يا اخي؟ ليش مو محمد؟ ليش مو انا؟ يعني ليش مو حكى علي؟ انا حكى علي فيديو يوتيوب كامل. صحك عليه؟ انا حكى علي فيديو يوتيوب كامل. اما بالنسبه للثاني شيء يا حبايب فصار يقول انه هذا الرد راح يكون هو اخر رد بالنسبه على يارا، وهم هواي اشاعتهم على يارا يقدرون يفضحوها بيه، ولكنهم ما حابين يفضحوها، مجرد حابين يردون على المقابله اللي سوتها على المقطع اللي نزلته. وبنفس الوقت صار يتهمون انه تهكير قناه يارا ممكن تكون هي السبب وراه، مثل ما سوت بحساب الانستغرام لما كان عندها وهي صارت تقول انه الحساب مو عندها، يقول حساب الانستغرام هو ما كان طاير بالقبل، حتى نور مار يومها طلع ستوريه وصار يقول انه يارا ما طار حسابها، وقال اذا هي كانت مسوي هذا الشيء بقناتها فالله لا سامح، هذا هي مو مسويتها فالله يرجع لها يا رب. بعدنا عنا نحن تمام؟ انه ما راح نحكي بعدين ابدا شيء يعني، خلاص بس انه هذا البث راح نحكي فيه كل شيء، وبعد اي شيء راح يصير، اي شيء راح ينحكى علينا كذا هيك، تكونوا عرفتوا الحقيقه، عرفتوا اللي صار، عرفتوا اللي ما صار. فلذلك ما راح نطلع نحكي ابدا. بتمنى تفهمونا انه نحن ما راح نحكي على حدا غير انه راح نرد، لانه في كلام كثير ما انحكى، وانا اذا حكيته راح اطلع انا معي الحق ومليون بالمليون وعندي كل شيء جاهز، بس انا مستحيل انه احكي وهيك، لانه انا بالاصل وبقى 10 سنه ونص ما بتروح على الفاضي، نحن بس نطلع نرد على الكلام اللي هي حكيته علينا. انا بريء من اي شيء بصير مع هاي البنت وصار مع هاي البنت وراح يصير مع البنت واللي عم بيصير مع هاي البنت، مستحيل. ما في شيء اسمه طير قناه. في شيء باليوتيوب نحن كلنا شفناه عند اليوتيوبر، انه واحد يدخل على قناتك يبحط بس من برا مخالف لليوتيوب، وبعد يومين بيجيك ابلاغات على البث فبتطير قناتك. يعني هاي الحركه كلها بده يومين ثلاثه. كيف فجاه بلمح البصر طارت القناه؟ انا مالي فهمان، ان شاء الله ترجع قناتها. ما بعرف اذا هي عملتها اصلا قصادا او لا، لانه يا جماعه مثل حساب الانستغرام، يعني مثل حساب الانستغرام اقسم بالله والله بيعلم مشاهد على كلامي، واللي بده يصدق ما بده ما يصدق. ما كنت بعرف ابدا الانستغرام عندها اقسم بالله، وكنت بكل قلب طيب وكل غباء طلعان عم بقول يا جماعه ان شاء الله نحن ندعم يارا، اذا ما رجع حسابها رح ندعم يارا ونرجعها مثل ما كانت واقوى، اقسم بالله. ما كنت بعرف ابدا، وهي كانت معي وعلى اساس عم بتدمع وكذا، واما اتصلت لي عم بتقول لي انه انتم نشلتوا لها الحساب وهيك، وانا والله العظيم ما كنت خبران. فجأة بعدين تطلع هي عندها الحساب وهي عندها كل شيء. فانا انا ما بتهمها انه هي هلا عامله هيك بالقناه لحتى تتهمنا، لا ما بتهمها ابدا. انا بقول بس من قلبي انه اذا انت عامله هالشغله الله لا يسامحك، واذا انت مالك عامله هالشغله ان شاء الله ترجع قناتك اقوى ومليون تريليون مره. اما بالنسبه للثالث شيء يا حبايب فاحمد مار صار يقول انه شو السبب انه هو اخذ حسابها الانستغرام من عندها. فواحد من الاسباب اللي قالت انه هي كانت تتواصل بيه هواي من المشاهير من برا الفريق، هذول الاشخاص انه يستغلون صوتها ومحادثاتها يسوون عليها مقاطع ويستغلوها، فلذا اخذوا حسابها كعقاب لها. بالنسبه لك صار يكشف حقيقه شويه سابقه، صار يقول بها انه يارا كانت تريد تطلع من الفريق بالسابق، من حوالي شهر تقريبا اجت عليه وقالت له تريد تطلع من الفريق انه تنطي حسابها الانستغرام وتنطي قناتها باليوتيوب بس تريد تطلع من الفريق. وطبعا هو قال لها اكيد هذا الشيء طبيعي انه تطلع من الفريق، واخذ حساباتها كعقاب لها عم ترجع مثل ما كانت. وبعد حوالي بيومين بس اجت ام يارا وطلبت
من محمد مار انه هي ترجع للفريق. طبعا هو رجعها لانه اساسا هو مطلعها من الفريق. وهذا صار يكمل ويقول انه قبل يومين بس من يسافر لانطاليا اجى على يارا مار قالها انت ما راح تسافرين ويانا. وفجاه تقريبا قبل ساعتين بس من عيد ميلاد محمد مار يارا مار نزلت هذه الستوريات وطلعت من الفريق، وهو هواي انقهر من هذا الموضوع. وبنفس الوقت حكوا على قمر مار اللي هي ممكن ترجع الفريق، قالوا انه هي قمر مار هي صديقتنا وهي راح نعطيها قناتها باليوتيوب اكيد، ولكن هي ما راح ترجع الفريق. راح احط لكم اللقطات اللي حابين نشوفها كامل. ليش بدايه القصه؟ بدايه القصه انه اللي نحكى علينا انه نحن صرنا اخر شيء نعامل العالم بشكل مو منيح، انه اخذنا حساباته. طبعا احنا اخذنا حساب يارا، راح نذكر اسمها، اخذنا حساب يارا. الاول شيء كانت تتواصل مع عالم مشاهير، تمام؟ والعالم المشاهير استغلوا القصه وصنزلوا حلقات على اليوتيوب لحتى يستغلوا شيء اسمه يارا. طبعا نحن ومحادثات موجوده، كل شيء موجود على اليوتيوب، ما بدنا نحن نحكي او نعمل شيء. وعلى فكره طبعا نحن اخذناه قبل فتره قصيره، يعني هو كان معه طول المده، وانتم بتعرفوا اصلا كانت تنزل صور بشع على محمد مثلا هيك حرب بيناتنا، يعني رفقه عادي، يعني رفقه عادي. طبعا رفقه عادي. وين كنا؟ المحادثات اليوتيوب. المحادثات اليوتيوب موجوده كلها على اليوتيوب. طبعا انا اخذته لانه هي قبل فتره صارت مشكله عادي، هي مشكله بين الفريق عند اي حدا بصير يعني. وقالت لي انا راح اطلع من الفريق وخذوا قناه اليوتيوب، خذوا قناه الانستغرام او خذوا حساب الانستغرام. وانا على كلامها دخلت حساب الانستغرام، عملت لها اياها عقوبه لحتى ترجع يارا مثل قبل. كان في تواصل مع الام، كان في تواصل مع الام. بعد يومين ثلاثه بعد ما طلعت اجت الام لعندي، والله شهد على كلامي، اجت الام لعندي قالت لي انه يارا كانت زعلانه ومزعوجه وكذا وهيك، وطلعت من الفريق فبدي ارجع. قلت لها طبعا انا ما عندي مشتاق، ما طلعت حتى ارجع انا، فاذا ترجع اهلا وسهلا. ثاني يوم فعلا اجت البنت صورت، وكانه في شيء. استمرت هالقصة، أنا معاقبة بهالقصة، استمرت تقريبا شهر صنة، يعني قال من شهر شيء، قال يعني من شهر، قال من شهر لحد حد يوم أنه نحن نزلنا ستوري أنه بدنا بنات جديد، أنه بدنا فريق جديد على على فريقنا، يعني أعضاء جديدة أعضاء جديدة فريقنا. طبعا نحن كنا عم نعمل هذا الشيء لأنه نحن مثلا هلا نحن طلعنا برات الإسطنبول مثلا، في عالم ما قدروا يطلعوا معنا، فنحن ما راح نركع شغلنا، يعني اهم شيء نحن عم نشتغل كلياتنا. فنحن طلبنا هدول البنات لحتى او الشباب او كذا لحتى يكونوا معنا مثلا سنوات اذا طلعنا لبرا، نحن ما قصدنا نطلع حدا ابدا، تمام؟ فبيوم من الايام انا اتصلت لها قبل ما نطلع نحن على انطاليا، كنا نطلع انطاليا، اتصلت لها يارا قلت لها تعي اشوفك، تمام؟ وجت مع امها. اجت مع امها حكينا وكذا، قلت لها انه بنتك ما هي طلعانه، تمام؟ وحسابها راح يرجع لها، راح كل شيء على 24. فقالت لي اوكي. بعد يومين انا كان عندي عيد ميلادي، كان حتى عيد ميلادي مصور على 24. بستغرب اجى عيد ميلادي عملي شباب مفاجاه، اجى عيد ميلادي وين يارا؟ قال يارا صرنا نص ساعه عم نتصل لها وما عم ترد علينا. على فكره بس بعد قبل نص ساعه من عيد ميلاد اخوي محمد دقت لي هي، حتى موجوده محادثات يعني، هي دقت لي وقالت لي تاخذني انا جهزت، خذني شهر عيد ميلاد محمد بنعمل له مفاجاه ومن هالحكي. وصلت لتحت بيتها، وهي نرمين كمان شهاده، كانت معي نرمين، هلا موجوده محادثات المجموعه، موجوده كمان محادثات، كل شيء موجود. دقيت لها انا ونرمين، خيرات الله، يعني تخيل بنص ساعة بس نكتت ام السنة ونص اللي راح كلها، عرفت شلون؟ قبل بنص ساعة دقيت لها ما ترد، ادق لها اخر شيء استنيت كثير تحت بيتها، رحت على عيد ميلاد، والعيد ميلاد مسجل ومصور، وكنا عم نسأل فيه كنا عم نتصل لها فيه قدام الكاميرا، تخيلوا. ادق لها فجأة حظرتني، حظرت محمد، حظرت الجميع، ما بعرف على الانستغرام كل مكان، على الواتساب. بعد ربع ساعة بسرعة طلعت ستوري، طلع حسابها على اساس متهكر وانا زعلان عليها وندعمها ان شاء الله ونوصل لها اكثر، حسابها على اساس متهكر طلعت فيه ستوري وانا محررة وانا كانوا اخذي لي حسابي وما بعرف ايش. هون الصدمة، يعني يارا صارت خاينة؟ لا يارا ما انا ما قلت خاينة او شيء، ما نحن الله يوفقك، ما نسوي سمعت حدا، بس نحن عم نحكي أبداً، بس نحن عم نحكي نحن انظلمنا لاخر يعني الدرجة الاخيرة، انه نحن كبرنا عالم سويناه سنة ونص عم نشتغل معهم على اساس اخوة ورفقة وكذا هيك، وعلى 24 بيجي اخر شيء انه بنحكي علينا بفيديو يوتيوب ومقابلة، عليش يعني ليش تطلعي هي قمر؟ طلعت تمام، وطلعت بشكل كثير منيح، وقناتها موجودة، قبل ما تطلع قناتها موجودة عندنا، بتاخذها من عيوننا وهي بتعرف هذا الشيء. قبل ما ابدا قناتك يا قمر، اذا كنت عم تشوف فينا، قبل ما ابدا قناتك تيجي بتاخذيها من عيوننا، والله في تواصل مع قمر ووالدة قمر كمان، الله يحميها، والله في تواصل، والله بنشوف بعضنا وكذا وهيك، لانه ليش؟ لانه البنت ما راح تكمل معنا، راح تكمل بغير مجال، والله يوفقها يا رب. اوكي، حاليا يا حبايب راح اشوف لكم الحقيقه ورا خروج يارا من الشخص اللي ساعدها بهذا الشيء. فحسب ما هم قالوا بالبث المباشر انه اكو شخص هو اللي ساعدها بالخروج من الفريق، وهو ذب الفتنه بيناتهم، رغم انك شفت لكم منو هذا الشخص بالسابق، حاشوف لكم يا مره ثانيه، هو عبد الله مقدم برنامج لايف ستيج. للاسف هذا الشخص هو السبب خروج يارا، وهو دفع لها فلوس وخلاها تطلع حسب ما قالوا بهذه اللقطه، ولكن هم ما قالوا اسمه لانه ما حابين يسوون مشاكل. يعني اذا كان طلعانه حبيه من عين هي، هي بتاخذ اللي بدها، بس انا مو تلف في دوري علينا، بس يا جماعه في قصص اكثر
في قصص اعمق، بس انا ما راح احكي عشان ما يقول نور طلع حكى عليها، لا انا عم بطلع بس برد عليها، ما عم بطلع بحكي عليها. في قصص اعمق ما بتنحكى، وشغلات كتير 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 كتير، بس لو اضطر الامر وانا طلعت مره تانية اللي ما بعرف ايشو رح اضطر، معلش عذروني وسامحوني، رح اضطر اعمل هذا الشيء، مو بايدي بس عم بري حالي مثل ما الله عم بري حالي. والله العظيم ما كنت بعرف القصه ابدا، بعدين عرفتها وعرفنا مين كان وراها وشو صار ومشد ما نحكي اسماء وكذا. وكذا وهيك، لا حتى نحن ما بنحب المشاكل، نحن مستمرين محتوانا تمام، ما بنحب ندخل مشاكل ابدا. والله العظيم بعتبرها صديقه مقربه كثير لي، يعني كان من احد الوعود اللي بيناتنا انا ويارا انه ان شاء الله بس نكبر نشوف بعض خطايرا، نشوف كيف اشكالنا، نضل هيك مثلا ولا لا نصير بيض، عرفت شلون؟ بس انا ما بعرف اللي قلب علينا لهالدرجه ليش. انا بعرف اللي قلب علينا كيف وشلون، السبب يعني بنعرف السبب، بنعرف شد الدفع وبنعرف كل الحكي بنعرف، بس انا ما بدي احكي مو لشيء ابدا، مو خوف ولا شيء، بس عشان البنت تستمر بحياتها وبشغلها وبوضعها وتضلوا تحبوها بس مو اكثر. اقسم بالله انا بعرف كل شيء، عندي كل شيء جاهز وكل شيء مع دليل. واخر شيء ردوا عليه هو على موضوع الفلوس، فيا رب هذا المقطع نزلته حاولت توضح او تلمح انه اساسا الفلوس اللي كانت تاخذها من الفريق مو فلوس الكامله مال قناتها. نور ما صار يقول انه ابدا ما كان مقصر وياهم بالفلوس، كان حتى ينطهم فلوس على كل مقطع يصوروا وياهم غير ارباح قنواتهم، وهو كلش متضايق واضح من هذا الموضوع لانه ابدا ما كان مقصر وياهم. جماعه انا ما بحب احكي هيك، بس يعني انا كانوا معي هن كانت معي هن هي بالقناه وتصور معي فيديوهات تمام، وانور بيعرف والكل بيعرف، المفروض انه انا المشهور وهي لا، مثلا اول ما دخلت معي انه لازم هي مثلا تعطيني شيء اعطيها، لا 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 انا كانوا يصوروا معي كنت اعطيهم مصاري على كل فيديو يصور معي خارج ارباح، خارج ارباح قنواتهم. ليش؟ لانه خلص انا هيك انسان، انه انت عم تصور معي تكرم عينك خدي معي، انا كمان عم بعطيك متابعين وعم بعطيك استديو وعم بعطيك اضاءه وكله ببلاش وعم بعطيك فريق، يعني هذا مستحيل تحسوي يعني شيء ما بنحط براس. ما هيك كنت اعطيهم كل واحد فيديو، وإذا بيحسنوا ينكروا هذا الشيء يطلعوا ينكروا. أنا عن يعني ما راح أضلكم يا جماعة، بس دوصلكم يا دوصلكم يا إنه الله لا يسامحني لو أنا بيوم أكلت مال حرام، الله لا يسامحني، الله لا يسامحني دنيا أخرى، والله لا يوفقني بحياتي وبالشغل. آخر شيء رح نختم به هو فضيحة يارا، ونقدر نقول إنه هو قال مرة إنه هي صورت فلوج، ولكن من نزل هذا الفلوج سبب إنه يارا واحدة من اللقطات صار يسوي بها النوع عن ما لقطة زائد 18، ولكن يوم كانت تدري بها هذا النور ما صار يدقق بكل مقطع ينزل على قنوات الفريق، لأنه نوعا ما يعتبر قمر مار ويارا مار مثل أمانة أهلهم انطوه إياه. تذكر الفيديو اللي صوروه ما نزل الفلوج اللي كان فيه لقطات زائد؟ إيه كيفكم بس معلومة ماشي أحكيها؟ ما أعرف احكي لكم بس معلومه انه نحن ليش مثلا بنطلع على كل فيديو قبل ما ينزلوه، انه ليش محمد بيهتم بكل لقطه؟ لانه كان في فيديو مصورته هي فلوج لحالها، فكان في لقطه فيها غلط، يعني مبين انه لقطه فيها غلط، انه اللقطه هي على عفوياتها ونياتها، يعني هي ما قصدها انه تعمل الحركه، بس الحركه اذا شافها اي شاب او اي انسان راح يفكر زائد 18 بسرعه. فمن بعد هي محمد صار يطلع على كل لقطه بالفيديو مشان هن سمعتهم ما يصير فيها شيء غلط، يعني هالدرجة نهنا مانا عنا وأهليون كانوا مأمنين عنا ومن هالحكي. أما بالنسبة ليارا ماريا حبايب فهي طلعت وردت على الموضوع، فيارا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات قالت بيها كذب الكذبة وصدقها ولكن حبل الكذب قصير. اكتبوا لي حبايب بالكومنتات تشوفون ويا من الحق حاليا، ويا نور مار أو يارا مار، ولا تنسون يا حبايب أن تشتركوا بالقناة ونحاول نوصل 500,000 مشترك بأسرع وقت. حبايب هذا المقطع صراحة تعبني بشكل مو طبيعي، إذا قدرتوا تقدرون هذا الشيء بس حطوا زر لايك وتشتركوا بالقناة من أكثر من حساب وتنشروا القناة بكل مكان، وبس جاك فايز زي ما قالت ملك القصص. أتمنى المقطع عجبكم وبس مع السلامة.